وللحديث عن الصراع السياسي في العراق مع اقتراب الانتخابات واستغلال الأحزاب معاناة العراقيين للدعاية الانتخابية، معنا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. بداية دكتور حامد، المركز العراقي لمحاربة الشائعات يقول إن العملية الانتخابية تحولت إلى حلبة مبارزة رخيصة، إلى أي مدى يؤكد هذا حقيقة الصراع على السلطة والرغبة في الحفاظ على المكاسب؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، تحية لكم ولجمهوركم الكريم. حياك الله. الحقيقة هذه العملية تندرج ضمن مسلسل الانتخابات الماضية السابقة واللي سبقتها، والعملية السياسية برمتها يعني هي شابه الفساد وشابه المحاصصة المقيتة والاستئثار بالسلطة وتقاسم النفوذ والثروات، فلا تختلف عن السابقات إن لم تكن أخطر من الانتخابات السابقة لأسباب كثيرة. هي أولا العوامل الإقليمية والدولية يعني فرضت مثل ما يقول هيمنتها على المجال الآن المحلي والصراع المحتدم الآن بين الكتل السياسية، لأن هناك فعلا من يريد إبقاء العراق تحت الهيمنة أو النفوذ الإيراني، ومن هناك من يريد أن يخرج بتأثير العامل الأمريكي والغربي وأيضا العربي أن يخرج من هذه الهيمنة والنفوذ الإيراني. هذه القضية الحقيقة ليست لها أي صلة بمصالح الشعب العراقي ولا خياراته ولا إرادته، هذا هو اللي موجود، المحافظة على ما تم تحقيقه من مكاسب واستئثار بالسلطة، ليس أكثر من ذلك. دكتور، لكن يعني أمام هذا الواقع، ما هي الجدوى من إجراء هذه الانتخابات التي تقول الحكومة أنها تؤسس لفترة انتقالية جديدة حسب قولها؟ هذا كلام غير دقيق وغير صحيح ولا يمكن أن يتحقق. هناك احتمالان، إذا جرت الانتخابات فسوف ينفجر الوضع فيما بعد، بعد الانتخابات، بعد أن تحقق بعض الأطراف مكاسب على حساب الأطراف الأخرى، السلاح منفلت، الميليشيات الآن هي التي تحكم تمتلك القرار السياسي والعسكري في نفس الوقت، لذلك لا يمكن أن نأمن الوضع العراقي بعد الانتخابات إن أجريت. إذا لم تجرى الانتخابات فهذا أمر طبيعي أنا أعتقد، لأنه الشعب العراقي هو اللي رافض هذه الانتخابات التي ليس لها بأي صلة بمعايير ومعايير مهمة دولية ومحلية وأقليمية، وهي النزاهة والعدالة والشفافية في اتخاذ بالضبط يعني القرارات المناسبة اللي الشعب يريدها، يعني خياراتها تكون خيارات شعب. لذلك أنا اللي أعتقد أنه في أسوأ الأحوال هي أنه الانتخابات لا تجرى، لا تجرى، ومن ثم نأتي إلى صياغة جديدة لحكومة طوارئ، حكومة انتقالية حقيقية. هذه ليست حكومة انتقالية، هذه الحكومة الآن حكومة أيضا محاصصة، يعني جاءت من رحم الطبقة السياسية الفاسدة، ويعني مثل ما يقول إملاءاتها واضحة هذه الطبقة على الحكومة، وتنفذ ما تريد الكتل السياسية والأحزاب والميليشيات. هذا هو وضع الحكومة الآن يعني بشكل واضح طبعا. وإن أرادت أن تجري انتخابات فالانتخابات الحقيقة سوف لن تكون عادلة وحرة ونزيهة. طيب دكتور، مع تكرار ذات الوجوه والأحزاب السياسية كل مرة، هل يكترث العراقيون اليوم بالفعل بالانتخابات إذا أجريت، أو سيشاركون فيها مع حديثهم عن استغلال معاناتهم في برامج السياسيين الانتخابية؟ لا، بالتأكيد الشعب العراقي الآن في واد، والطبقة السياسية الفاسدة في واد آخر. الحقيقة شعبنا الآن يعاني الأمرين، أولا الظروف الاقتصادية، يعني العامل الاقتصادي ضاغط، عامل أيضا يعني مثل ما يقول وباء كورونا الآن ما زال مؤثر، الفرص العمل قليلة، البطالة، الفوارق الطبقية الآن 40% من السكان تحت خط الفقر الآن، أيضا العامل الأمني مهم جدا الآن، لا يوجد أمان، لا يوجد مثل يقول استكانة إلى المستقبل، لا يوجد ضمانات، لأن العراق يخرج من هذه مثل ما يقول الأزمة أو الكارثة الحقيقية اللي تهيمن فيها ميليشيات وسلاح مثل ما قلت منفلت وميليشيات ومافيات فاسدة. لذلك أنا أعتقد الشعب العراقي
يريد شيء آخر تماما مختلف، يريد تغيير جذري حقيقي، يريد إسقاط هذه العملية السياسية المشوهة، إزاحة هذه الطبقة السياسية الفاسدة، ثم الانتقال إلى مرحلة جديدة من انتقالية من بناء مؤسسات دولة حقيقية، دولة مواطنة بعيدة عن كل الكتل السياسية التي دمرت العراق منذ 2003 ولغاية الآن. هذا هو يعني توجه الشعب العراقي. دكتور، عندما تشهد محافظة كديالا صدامات عنيفة بين مرشحي تحالف العزم مثلا بالأسلحة، كيف يمكن لهكذا كتل أن تدير البلاد أو أن تؤسس لدولة في ظل سلطة الميليشيات والسلاح؟ هذا هو البداية الحقيقة. أنا يعني فاتني أن أذكر أنه كل ما نتقدم إحنا يوم إلى موعد الانتخابات سوف تزداد يعني الأمور انفلاتا ومجابهات، لأنه يعني الحقيقة هذه الطبقة يعني الآن همها الوحيد هي أن تبقى على رأس السلطة، ليس فقط طمعا في الامتيازات والثروات وما حققته خلال السنوات الماضية، بل أيضا يعني تلافيا لمصير أسود ينتظر هذه المجاميع التي لا تعبأ بمصير الشعب العراقي. لذلك أنا بصراحة ما أستغرب أنه إذا حثت مجابهات في ديالة وبكرة في مناطق ومحافظات أخرى، يعني نفس الوضع الآن يتكرر. إحنا بدون ما نذكر الأسماء، أسماء الكتل الآن المتصارعة، يعني أنا أقول شيء مهم جدا، سوف يقسم المقسم ويجزأ المجزأ، سوف تأتي أيام ثقيلة جدا على العراقيين. الكتل هذه نفسها تنقسم ثم تتشظلظ ثم تتصارع، ويبدأ الآن العد فقط على الشخص نفسه والعائلة والحزب والدائرة الضيقة. أما الأحزاب والكتل السياسية الحقيقة فهي افترقت منذ زمن ليس ببعيد. أنا أعتقد الصراعات قد بدأت منذ وقت، وسوف تشتد الصراع والمعارك فيما بين هذه الكتل. دكتور، في ظل هذا الفشل للعملية السياسية، كيف سيتعامل الشارع العراقي معه؟ ومن أين ستحاول أحزاب السلطة أن تكسب شرعيتها؟ لا شرعية حتى من الانتخابات الماضية، لأنه الانتخابات الماضية أثبتت كل المعطيات والإحصاءات التي سجلت حتى من قبل الأمم المتحدة كانت هي الأدنى مشاركة أقل من 20%. فالمجلس النواب فاقد لشرعيته حقيقة، وكل المؤسسات هي لما مجلس النواب يفقد لشرعيته معناته المؤسسات هذه ركبت تركيب يعني بإرادة إقليمية ودولية. لذلك أنا ما أستبعد أيضا هناك مقاطعة كبيرة وممانعة، وأيضا هناك ممكن يكون عصيان مدني. الشباب يهيئون الآن بشكل حثيث وبجهد كبير، جهد جماعي، إلى العصيان المدني قبل الانتخابات، يعني ابتداء من أكتوبر القادم إن شاء الله. من أول أكتوبر هناك اتفاق على أنه تصعيد شعبي جماهيري، ترجع الثورة، ثورة تشرين، تستعيد جذوتها المتقدة في نفوس العراقيين. ومن ثم أيضا ليس فقط المقاطعة، وإنما هناك إمكانية إسقاط النظام هذا بطريقة سلمية كما هو كان معتاد منذ بداية ثورة تشرين في الأول من أكتوبر عام 2019. هذا أملنا في التغيير القادم إن شاء الله، تغيير جذري لصالح الشعب العراقي ومستقبله ومستقبل أجياله واستقلال البلد. الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، كنت معنا في استوديو رافدين عبر سكايب، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.